السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو غادي يخص العمليات على الأعداد الستينية، دائما في إطار الدورة التكوينية التي بدأت البارحة بدرس العمليات على الأعداد. دائما في درس العمليات على الأعداد، اليوم سأتطرق للعمليات على الأعداد الستينية. إذن على بركة الله، سأبدأ أولا بتعريف للأعداد الستينية. الأعداد الستينية تتعلق بالزمان أو المدد الزمنية، مجموع المدد الزمنية، طرح المدد الزمنية أو ضرب المدد الزمنية، كذلك القسمة. إذن سأتطرق في هذا الفيديو للزمان المجموع، الزمان الفرق، والزمان الضرب. أولا سأبدأ بالزمان المجموع. إذن سأقترح عليكم نشاط تطبيقي، سنفهم منه كيفية جمع مجموعة من المدد الزمنية. إذا نشاط تطبيقي: طاف دراجي حول مدار حضري مغلق 4 دورات. الجدول التالي يشير إلى المدة الزمنية التي استغرقها الدراجي في كل دورة. إذا هنايا هذا الدراجي دار 4 ديال الدورات، الدورة الأولى استغرق مدة زمنية تقدر بساعة و5 دقائق و30 ثانية، الدورة الثانية ساعة و15 دقيقة و10 ثواني، الدورة الثالثة ساعة و35 دقيقة، الدورة الرابعة ساعة و10 دقائق و15 ثانية. إذا السؤال: ما هي المدة الزمنية التي استغرقها الدراجي في الدورات الأربع؟ يعني باش يدير هاد الدورات بأربعة بهم، شحال المدة اللي استغرقها هذا الدراجي؟ إذا الجواب هو على الشكل التالي: إذا المدة الزمنية التي استغرقها الدراجي في الدورات الأربعة هي، إذا لمعرفة الجواب، لمعرفة المدة الزمنية التي استغرقها الدراجي، سننجز عملية جمع المدد الزمنية المستغرقة في 4 دورات. يعني غادي نجمعوا المدة الزمنية التي استغرقها في الدورة الأولى زائد المدة الزمنية التي استغرقها في الدورة الثانية، في الدورة الثالثة، والدورة الرابعة. إذا العملية على الشكل التالي، غادي نوضعها بهذا الشكل هدايا، يعني الثواني تحت الثواني، الدقائق تحت الدقائق، والساعات تحت الساعات. إذا هنا كيف سأجمع هذه المدة الزمنية؟ إذا سأجمعها بشكل عادي، سأنزل الثواني وسأكتبها هنا، سأنزل الدقائق وسأكتبها هنا، وسأنزل الساعات وسأكتبها هنا، وسأنجز العملية بشكل عادي كما جمع الأعداد الصحيحة الطبيعية بشكل عادي. إذا الجواب غادي يكون على الشكل هذا. إذا غنكون هبطنا الثواني هنا إلى المجموع، هنايا 0 زائد 0 زائد 0 زائد 5 يساوي 5، 3 زائد 1 يساوي 4، زائد 0 يساوي 4، زائد 1 يساوي 5. إذا 55 ثانية. نهبطوا الدقائق كذلك مينوت، وغادي نجمعوا بشكل عادي، 5 زائد 5 زائد 5 يساوي 15، اكتبوا 5 واحتفظوا بواحد، 1 زائد 1 يساوي 2، زائد 3 يساوي 5، زائد 1 يساوي 6. إذا الجواب هو 65 دقيقة، والساعات 1 زائد 1 زائد 1 زائد 1 4 ساعات. إذا هنايا يمكن لي كذلك نجري عملية التحويل، يعني التحويل من الدقائق إلى ماذا؟ إلى الساعات. علاش؟ لأن هنايا عندي 65 دقيقة، يعني 65 دقيقة راه أكثر من ساعة، لأن كما كنعرفوا الساعة فيها 60 دقيقة. ساعة فيها 60 دقيقة، يعني شنو غندير؟ غادي ننقص 60 من هاد 65، وغادي نضيف ساعة إلى الساعات، فتصبح المدة الزمنية على الشكل التالي: 5 ساعات. هنايا شوف، منين زدنا ساعة، دونك هاد الساعة اللي زدناها هي اللي نقصناها من هاد الدقائق هادي، 60 دقيقة. إذا 60 دقيقة هي 1 ساعة، يعني غتصبح لي 5 ساعات و5 دقائق و55 ثانية. إذا هذه هي المدة الزمنية التي استغرقها الدراجي في الدورات الأربع. إذا هكا كنديرو المجموع ديال المدد الزمنية. الآن سننتقل إلى فرق الأعداد، الزمان الفرق. إذا النشاط التطبيقي هو على الشكل التالي:
انطلقت مباراة في كرة القدم على الساعة 36 دقيقة، انتهى الشوط الأول على الساعة 7:17. سؤال: ما هي المدة الزمنية التي استغرقها الشوط الأول؟ إذا واحد المباراة ديال كرة القدم بدأت في 6:30، وتسالى الشوط الأول من هذه المباراة في 7:17. نريد معرفة ما هي المدة الزمنية التي استغرقتها أو استغرقها الشوط الأول. إذا الجواب هو على الشكل التالي: إذا المدة الزمنية التي استغرقها الشوط الأول هي، إذا نحن عارفين بأن المباراة انطلقت في 6:30 وانتهى الشوط الأول على الساعة 7:17، يعني خصنا نعرفوا شحال دوز الشوط الأول. إذا لمعرفة المدة الزمنية التي استغرقها الشوط الأول سننجز عملية فرق المدد الزمنية، يعني المدة الزمنية ديال نهاية الشوط الأول ناقص المدة الزمنية أو موعد انطلاق المباراة. يعني هنا درنا الساعة 7:17 ناقص الساعة 36 دقيقة لمعرفة ماذا؟ لمعرفة المدة الزمنية التي استغرقها الشوط الأول. الجواب هنايا في هذه الحالة لا يمكن إنجاز العملية، لأن 7 أصغر من 30. هنايا عملية الفرق، هنا كنديرو عملية الفرق، إذا هنايا في هذه الحالة لا يمكن إنجاز العملية، بحيث نعلم أن واحد الساعة تساوي 60 دقيقة. يعني شنو غنديرو؟ هنا فين كنديرو السلف، يعني كنسلف من هاد الساعات، كنسلف واحد الساعة اللي هي كتساوي 60 دقيقة وكنزيدها للدقائق. إذا بهذه الطريقة هذه باش تسمات الأعداد الستينية، يعني كنسلف ساعة وكنرجعها 60 دقيقة، أو كنسلف دقائق وكنرجعها ثواني إلى غير ذلك، يعني الأعداد الستينية. إذا قلنا كنسلف واحد الساعة وكنرجعها إلى الدقائق، يعني كنرجعها دقائق، يعني غنقص ساعة وغنزيد 60 دقيقة في الدقائق، فستصبح العملية بالتالي هكذا، يعني غادي نقص ساعة من هنا غتصبح لي 18 ساعة، وغادي نزيد 60 دقيقة هنا غتصبح لي 77 مينوت، وغادي ننجز العملية بشكل عادي. في هذه الحالة هذه ما مطروحش عندي المشكل ديال 77 مع 30، لأن 77 أكبر من 30، يعني يمكن إنجاز العملية. نحتفظوا بالمينوت، غادي نطرحوا عادي بشكل عادي عدد ديال المينوت والأعداد ديال الساعات. إذا هنايا 77 مينوت ناقص 30 مينوت، إذا 7 ناقص 0 يساوي 7، 7 ناقص 3 يساوي 4. غادي نهبطوها، 8 ناقص 8 0، و1 ناقص 1 0. إذا هنا المدة الزمنية التي استغرقها الشوط الأول هي 47 دقيقة. احنا أصلا كنعرفوا بأن المدة الزمنية التي يستغرقها الشوط الأول عادة هي 45 دقيقة مع إضافة الوقت بدل ضائع. إذا هذا الشوط الأول ديال هذه المباراة التي تم اقتراحها استغرق 47 دقيقة. الآن نمر إلى الزمان الضرب. إذا النشاط التطبيقي: المدة الزمنية التي يستغرقها مصطفى في العمل خلال أسبوع هي يوم واحد وثلاثة ساعات وثلاثون دقيقة. إذا ما هي المدة الزمنية التي يشتغلها خلال 8 أسابيع؟ إذا هنايا المدة الزمنية اللي كيخدمها واللي كيستغرقها مصطفى في العمل هي واحد اليوم وثلاثة ديال الساعات وثلاثين دقيقة. دابا خصنا نعرفوا المدة الزمنية التي يستغرقها في العمل خلال 8 ديال الأسابيع. الجواب هو على الشكل التالي، سهل جدا. إذا المدة الزمنية التي يشتغلها خلال 8 أسابيع هي، لمعرفة المدة الزمنية التي يستغرقها مصطفى في العمل خلال 8 أسابيع سننجز عملية الضرب. إذا احنا عندنا شحال كيستغرق في العمل في الأسبوع، غادي نضربه ذاك المدة التي يستغرقها في أسبوع واحد، فين غنضربها؟ في 8 اللي هي 8 ديال الأسابيع. كيفاش غادي ننجزوا العملية؟ بهذه الطريقة هذه. لاحظوا هذا هو الجواب. إذا شنو درت؟ احتفظت بالمينوت هنايا، احتفظت بالأغ هنايا، احتفظت بالجوغ هنايا، هبطتهم. ثم نجزت العملية: 8 في 0 يساوي 0، 8 في 3 يساوي 24. ننتقل إلى الساعات: 8 في 3 يساوي 24، 8 في 1 يساوي 8. إذا هذا هو الجواب. هل انتهت العملية؟ نعم، لكن يمكنني تحويل هذه المدد الزمنية. هنا عندي 240 دقيقة يمكن لي نحولها للساعات، وهنا غادي نحصل على أكثر من 24 ساعة، يعني يمكن نحولها إلى الأيام بهذه الطريقة. إذا أولا نحول
الدقائق الى ساعات. اذا هنايا هذه هي العمليه. اذا كيفاش غادي ندير باش نحول الدقائق الى ساعات؟ غادي ننقص هاد 240 غادي ننقصها من هنايا، وغادي نزيد شحال غادي نزيد هنايا؟ غادي نزيد زائد ناقص 240 مينوت زائد 4 ساعات، لان 240 شحال فيها من 60 دقيقه؟ فيها 4 ديال 60 دقيقه، يعني انزيد 4 ديال الساعات. غتصبح لي المده الزمنيه هي على الشكل التالي: 8 جوغ 28 اوغ، كانت عندي 24 زدتها 4 ولات لي 28 اوغ 0 مينوت. الان شنو غادي ندير؟ غادي نحول من الساعات الى الايام. علاش؟ لان هنايا عندي اكثر من 24 ساعه، ملي غتكون عندي 24 ساعه غادي نحولها الى الايام، لان يوم واحد فيه 24 ساعه. اذا نحول الساعات الى الايام. هنايا غتصبح لي دونك غادي نحذف 24 ساعه وغادي نضيف يوم واحد الى الايام، فستصبح المده هي 9 ايام و4 ساعات وصفر دقيقة. إذن المدة التي يستغرقها مصطفى في العمل خلال 8 أسابيع هي 9 أيام و4 ساعات. كذلك هنا عملية القسمة، لكن في الامتحان ديال التعليم ما كيعطيوش العملية ديال القسمة، كيعطيو فقط الجمع والطرح والضرب. إذن هادشي اللي كان عندي في هذا الفيديو. في الأخير أتمنى لكم كل التوفيق والسداد، استمروا في مشاهدة فيديوهات القناة، في متابعة الدورة التكوينية، ما زال هناك مجموعة من الدروس. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.